الحلقة الرابعة من تفسير جزء عام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نتكلم عن العائق الرابع المانع من وصول الإنسان لغايته، وهو أن يكون من أهل القرآن. إيه هو العائق ده؟ الجهل بغاية القرآن وطريقة وصول القرآن لغايته. لازم يحط في دماغه إيه غاية القرآن وإزاي القرآن بيوصل للهدف بتاعه. إيه غاية القرآن المكي؟ هي إصلاح العبادة وإصلاح القلب. طب كيف يصل القرآن لهذه الغاية؟ بتحقيق ثلاث أهداف. الهدف الأول تعميق عبادة الخوف بستة وسائل. الهدف الثاني تعميق عبادة الحب والرجاء بوسيلتين. الهدف الثالث إصلاح العقيدة. للثلاث أهداف تتحققوا يبقى القلب هينصلح والعبادة هتنصلح. طب لماذا اهتم القرآن بعبادة الخوف؟ لأن عبادة الخوف لها جوائز عظيمة والتقصير له عقوبات شديدة. طب إيه جوائز الخائف من الله الخوف الواجب؟ إيه جائزته؟ الجائزة الأولى أن يكون بطيئا في معصية الله واتباع الشهوات، ويكون سريعا في طاعة الله، ويكون من السعداء في القبر. طب إيه الدليل أن المسلم الذي حقق الخوف الواجب يكون بطيئا في معصية الله واتباع الشهوات؟ قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. كيف أخلصناهم من شهوات الدنيا؟ بخالصة. إيه الخالصة دي؟ هي ذكر الدار، يعني تذكر النار. تذكر النار والجنة هو اللي خلصهم من شهوات الدنيا. طيب ما الدليل أن الخوف يجعل الإنسان سريعا في طاعة الله؟ تفسير النبي لقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. يعني اللي يخاف من ربنا عيسير إلى الله تعالى ليلا ونهارا لحد ما يوصل للسلعة الغالية اللي هي الجنة. طب إيه الدليل على سعادته في قبره؟ أن جاء الحديث أن صاحب القرآن لما يخش القبر يجيه وعمله الصالح ويقول له فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا. طب ما عقوبات من قصر في الخوف الواجب؟ ثلاث عقوبات. لا يستطيع أن يمنع نفسه عن المعاصي والشهوات فهو سريع في معصية الله. لا يستطيع أن ينتظم في الطاعات فهو بطيء في طاعة الله. ويقال له في القبر فوالله ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا. طيب إيه الوسائل الستة لتنمية وتعميق الخوف في قلب الإنسان؟ كل صورة عن قبلها هندور على الست وسائل دول. ثلاثة بتوع أدلة البعث والنشور، مشهد خلق السماوات والأرض والكون، مشهد خلق الإنسان، مشهد إنبات النبات. خلق الكون، خلق الإنسان، إنبات النبات، دي أدلة البعث والنشور. طيب ودي بتخوف لأن خلق السماوات والأرض معناها على طول أو إن اللي خلق السماوات والأرض ده بقادر إن هو يخلقك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وأي كلام على خلق الإنسان معناها أن ربنا قادر يخلقك اللي خلق كما بدأنا أول خلق نعيده. وأي كلام عن النبات معناها أنه قادر يخلقك، قال الله تعالى وكذلك تخرجون. الرابع مشهد الحساب، الخامس مشهد العذاب، السادس قصص العصاة وكيف انتقم الله منه. دول ست حاجات بيجوا دايما وبعضهم أو كلهم لتعميق الخوف في قلب الإنسان. طب ما وسائل تنمية عبادة الحب والرجاء في التي سنحددها في كل صورة؟ مشهد النعيم وقصص الخائفين، دول الوسيلتين. طب ايه الدليل ان اي كلام على السماوات والارض معناه تخويف للعبد وانه لازم يخاف من البعث والنشور؟ لان ده دليل على البعث والنشور. ايه الدليل؟ قال تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم
وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. وقال تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. طب ما الدليل على أن خلق الإنسان دليل على من أدلة البعث والنشور التي تجعل القلب خائفا كلما شاهد خلق الإنسان؟ جعل الله الدليل الأول: جعل الله من أنقر البعث فقد نسى الإيجاد الأول، كما في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وقال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وفي آية تانية: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ثم رتب على ذلك نتيجة والدليل بقوله: فوربك لنحشرنهم. تاني دليل قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. تالت دليل وهو قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال تعالى: فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. وقال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أكبر دليل إن أنتوا هتبعثوا إن إحنا خلقناكم من تراب. طب ما الدليل على أن إنبات النبات دليل من أدلة البعث والنشور التي تجعل القلب خائفا كلما شاهدها؟ قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. في كل سورة تقابلنا عن حدد هذه الوسائل: وسائل الخوف الستة، وسائل الرجاء الاثنين، إصلاح العقيدة. فمثلا في جزء عامة تبدأ السورة باستنكار، ربنا بيستنكر على الذين لا يخافون الله، يخافون اليوم الآخر، ويهددهم بعقوبة في الدنيا كلا سيعلمون، وعقوبة في الآخرة ثم كلا سيعلمون. بعد ما يستنكر ويهدد يبدأ يصلح قلوب الناس دي. يصلح قلوبهم ازاي؟ بدأ بوسائل الخوف. ايه وسائل الخوف؟ ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، ده خلق الكون وخلق السماوات والأرض. كما بدأنا، ده دليل على إن اللي يخلق الأرض والسماء يستطيع أن يخلقك. دي أول دليل على البعث والنشور. يبقى من رقم واحد لحد خمسة إنكار واستنكار على من يشكون في اليوم الآخر، المنكر والمستبعد. وبعدين بدأ بأدلة البعث والنشور اللي هي الخلق السماوات والأرض، وبعد خلق الإنسان وبدأ بخلق الإنسان وشروط خلقه: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، من الآية 8 لحد 14 اللي هي ماء ثجاجة. وبعد إنبات النبات في آية 15 و16 لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاف. وبعدين بدأ في الحساب من الآية 17-21: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. وبعدين مشهد العذاب من أول 22-30: لابثين للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا لحد، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. وعند مشهد النعيم: إن المتقين مفازا، حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، من 31 لحد: جزاء من ربك عطاء حسابا. وفي الآخر إصلاح العقيدة. بعض الناس بيعتقد إن هو سينجو أمام الله تعالى بالكلام والوسائط، فتيجي الآيات تقول له: لا كلام هينفعك ولا وسائط. وده من أول آية 37 لحد الآية 40.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.